اكتر من درس. كنت دايما بسأل الطلبة اللي اكبر مني اللي دخلوا كلية طب او جابوا مجموع عالي، انا انتوا عملتوا ايه، ذاكرتوا ازاي، ده كان بالنسبة لكم يعني ايه اللي كان بيحفزكم، كنتوا بتذاكروا كام ساعة، ده كان بالنسبة لي حاجة أساسية. ما اعتمدتش على نفسي في الأول ان انا اشوف انا محتاجة كام ساعة، اشوف مين المدرس اللي بفهم منه كويس، لا كنت دايما باصة مين المدرس اللي طلع طلبة متفوقين، مين المدرس اللي جاب 99 و98 الطلبة بتوعه. ودي كانت من الحاجات كنت اول بتدور غلطة عليها. عليها. ايوه ودي بالظبط، كانت ايه؟ اول غلطة بالنسبة لي ان ايوه انا ما كنتش شايفة ان انا مش بعتمد على نفسي، لا انا بعتمد على اللي حواليا ان هم عملوا ايه وبمشي على خطاهم. طيب انا اي حلو حد قوي، بقدم نصيحة، احنا النصيحة دي بنحط لاي حد غلطات اهو، ان هو ما غلطة ينفعش من يعمل كده، الاهل ان هم بيضغطوا يعني على كانوا الطلبة جدا. فاكرين ان هم بيشجعوكي وهم طلعوا بيضغطوا عليكي، او كان ده مع ده، فانت كنت حاسه بالضغط اكتر، ما بالظبط كانوش عارفين انت عايزه ايه ولا عايزه توصلي لايه في الاول. وبعدين تاني غلطه كمان، طريقه التفكير او الترتيب للثانويه تمام العامه كانت غلط. بالظبط. دخلنا في الامتحانات اول ماده وتاني ماده، تمام، بخرج تعبانه جدا من الامتحان على درجه درجه ونص، ما كنتش يعني اول كام ماده اكتر من كده، ومع كده كنت بخرج تعبانه، بخرج اسعاف، بخرج في المستشفى، اسعاف الموضوع كان مستشفى، بيبقى كبير قوي بالنسبه لي يعني لحد بجد دلوقتي. صعب قوي. احنا برضو عرفنا ان كان في طالبة تقريبا اتوفت قبل مادة الفيزياء المرة دي، ربنا يرحمها ويصبر اهلها، بجد يعني صعبوا عليا جدا. وهي كمان الضغط النفسي الرهيب اللي بيحطوا فيه نفسهم او اللي بيتحطوا فيه واللي حواليهم يحطوهم فيه، الله يعينهم. يعني الموضوع مش بالشكل ده، يعني بيبقى اكيد ضغط، ما هو هي دي مرحله من مراحل الحياه بتاعتنا، واكيد ده احنا طبيعي قلقانين واكيد خايفين، بس مش للدرجه دي ولا يعني للبشاعه دي، يعني درجه الموت والاسعاف برضو، ما أكيد هو دي حاجه أكيد. برضو الضغط مثيره. صعب، بيوصل الإنسان إن هو يفكر في حاجات في ناس بتنتحر في الثانوي. لا لا يعني صعب جدا، ده بجد هو ده بقى فعلا اللي هو ما فيهوش نوع من انواع الايمان، ده ما فيش اي ايمان باي حاجه في الحياه في وقت الانتحار بسبب حاجه زي كده. يعني لا أنا كنت حابة أتكلم في الموضوع ده عشان أوصل للطلبة إن دايما ربنا بيعوضنا في الآخر، على قد ما بنشوف على قد ما بنتمنى بعد ما ربنا يعوضنا لو كانت ومش هي الابتلاء دي اصعب. المرحلة الأخيرة في الحياة، ده ايوه لسه في حاجات الثانويه مش أصعب من مقياس لاي كده حاجه خالص، وغير كده خالص، ومش هي دي الفيصل. ولا مش عايزة أقول بقى الكلام اللي ممكن يكون الناس بتقوله لبعض مثلا، مش هم دول اللي كانوا أحسن حاجة أو الكلام ده، لا يعني مطلوب إن الإنسان ياخد باله من مذاكرته ومن امتحاناته وكل حاجة، بس مش لدرجة الموت. بالظبط كمان لحضرتك. اتفضلي. لحد امتحان الفيزياء، امتحان الفيزياء انا كنت باخد فيه اكتر من درس وكنت مضغوطه فيها جدا، ما كنتش بحبها، بس يعني على كلام المدرس اللي كان بيديني ان انا كنت شاطره فيها جدا لحد الامتحان. دخلت الامتحان النتائج مش بتطلع زي ما انا متوقعه، مقاومات الاسئله اربكتني، الامتحان كان طويل، انهارت وقطعت الورقه، قطعت الورقه تقريبا بعد نص ساعه من الوقت. دخلت في انهيار عصبي واغمى عليا وخرجوني بره اللجنه، على ما فقت كان باقي تقريبا نص ساعه، كانوا مصممين ان انا امتحن، فانا رفضت وطلبوا لي اسعاف وخرجت من الامتحان. بعد الفيزياء قررت ان انا هاجل السنه، يعني هي الفيزياء ماده مش قليله، ولو شلتها خلاص المجموع انضرب يعني، فقلت ان انا خلاص انا هاجل السنه والباقي هكمل امتحانات عادي، بس اللي ربنا يجيبه بقى، كده كده السنه هتعدي يعني، هتعدي بس انا كده كده هعيدها تاني. كان في دماغك ان انت هتعيدي. خلاص يعني انا هدخل، حليت تمام، ما حليتش برضو تمام، كده كده مش هتفرق، ماده من مادتين هشيلهم مش هتفرق. خلصت الامتحانات، رحت اجيب النتيجه، لقيت في ماده كمان مع الفيزياء وتفسير. مش عارفه زعلت ليه، بس انا كده كده هاجل السنه، بس حسيت ان انا اديت في المواد دي قوي وما لقيتش. قبل امتحان الدور الثاني، احنا في الازهر لو شلنا ماده وما دخلناهاش الدور الثاني بنعيد السنه كلها، مش ماده واحده يعني، تمام، فنعيد السنه كانها من الاول. جالي خبر قبل الامتحان بيومين ان في جامعه خاصه بتفتح جديد، ممكن تاخد مجاميع قليله، فانا وصحابي ممكن نقدم فيها وبتحاول تجمع عدد عشان تتعرف يعني، تمام. بعد ما دخلت الامتحان وخلاص تمام وقدمت في الجامعه، طلع وزير التعليم العالي قال ان اي جامعه تاخد اقل من مجموع الجامعه الحكوميه 5% او اكتر ملهاش اعتماد وملهاش كارنيه كاب، يعني انا بعد ما اخلص الكليه دي مالكيش هروح اعتماد، مش ملهاش اي معتمد، حاجه، هروح اشتغل الشهاده دي ملهاش في لازمه. الدوله وده اللي برضو من فاتحه الحاجات الجامعه. اللي الناس لازم تاخد بالها منها وهي داخله على تقديم في الكليات، ولازم تبقى عارفه ومتاكده ان الجامعه معتمده وانها تاخد شهاده معتمده. بالظبط. فبابا بعد ما سمع الكلام ده قال لي للاسف هندخل الكليه اللي جت في التنسيق، خلاص يعني ده بقى الطريق اللي هنمشي فيه. كل الكليات اللي جالي في التنسيق كليات انا مش ميولي اصلا، كليات ادبيه كان جالي شريعه وقانون، كان جالي تجاره،
كان جاي لي كليات ما كانتش ميولي، دراسة إنسانية كنت جايبة بقى ال 66 دول مادتين. تمام. ايه اكتر حاجة ممكن ادخلها وممكن يبقى ليها مستقبليا مستقبل كويس؟ كانت شريعة وقانون. دي تقدم القاهرة، كنت حابة ابعد شوية اخد هدنة، انا ضغطت جدا.